السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم متواجدين بمشروع جديد من مشاريع شركة تركواز العقارية في اسطنبول القسم الأوروبي في منطقة بيليكدوزو. يعد هذا المشروع من أفضل المشاريع الموجودة في منطقة بيليكدوزو من ناحية التصاميم المعمارية والطرق الرئيسية اللي بجانب هذا المشروع والخدمات اللي تتوفر بجانبه، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية اللي بداخله. طبعا هذا المشروع يتربع على مساحة 100,000 متر مربع. خليكم ويانا هسه وتابعوا الفيديو حتى تشوفون اكثر تفاصيل هذا المشروع وشنو المميزات والتصاميم الجميله اللي بيه. يقع بجانب هذا المشروع الطريق الرئيسي E5 وبوجود محطة مترو بجانبه مباشرة، ويوفر المشروع العديد من الخدمات الترفيهية المتنوعة، حوض سباحة مكشوف وآخر مغلق، وساونا وحمام تركي، وصالة رياضية، وموقف سيارات مغلق وآخر مكشوف، ومصعد وحديقة ألعاب. يوفر أيضا طاقم أمني ونظام كاميرات على مدار 24 ساعة وغيرها من الخدمات الأخرى. ويتميز المشروع بموقعه الممتاز لقربه من مرافق الحياة اليومية. شفتوا هذا المشروع وهم المميزات الترفيهية اللي بداخله اللي تميز بيها والخدمات الخارجية التحيط بها الرئيسية. لا تنسون تخلون لايك على هذا الفيديو ومتابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والإنستغرام.